نشرع ابتداء من هذا اليوم في سلسلة من اللقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لدى القطاع وعددهم 26 تنظيم، سنتشرف بلقائهم في هذه القاعة تباعا، وستدوم هذه اللقاءات قرابة الشهر، حيث سنعكف بدقة وباهتمام كبير وكذلك بالذهاب إلى التفاصيل حتى نتمكن من حل وحلحلة كل الإشكالات المطروحة والاستجابة إلى كل انشغالات الشركاء بما يكفل حقوق موظفي هذا القطاع، وكذلك نبقى داخل أسوار القوانين المنظمة لهذه العلاقة، علاقة الشراكة مع الشركاء الاجتماعيين.